قبلت أن تبيع؟ أشمل، ولكن لماذا يا أبي؟ أبوك لا يقدر على مواجهة بهاء، مؤكد أنه أجبره على البيع. أم حسان، أنا الذي اخترت. اخترت أن تبيع؟ هل تريدني أن أصدق؟ هذا ما حدث. بالإضافة إلى ذلك فقد كان بهاء نبيلا معي. كان نبيلا معك؟ يطردك من الشركة فتصف عمله بالنبل؟ كيف تتصورين أنه يمكن أن يطردني؟ كيف؟ كيف؟ نحن شريكان، شريكان متماثلان. لقد خيرني فاخترت. اخترت لأنك مكره وهو يعرف ذلك تماما. بل اخترت عن قناعة كاملة ورغبة أيضا. سنبدأ من جديد يا أم حسان، من جديد. ولا تنسي أن رسمي في السوق التجاري جيد والحمد لله. نبدأ من جديد وبالمبلغ الذي ستأخذه من؟ أتدرين كم دفع لي ثمن الحصة؟ رجل كبهاء كم سيدفع لك؟ ما لن يدفعه أحد غيره. خذي هذه الصورة مصورة عن العقد، اقرأي. معقول؟ حتى تعرفي أنك ظلمت الرجل. ولكني عارف أن ثمن الحصة الواحدة. وهنا كان نبله، دفع ضعف المبلغ تقريبا حتى أستثمر النقود في مشروع معقول أو أعود للسوق التجاري كما كنت. لا أكاد أصدق، لا أكاد أصدق. ما زال في الدنيا خير يا بني. سامحني يا أحمد، سامحني لأنني أخطأت في حقي. مبروك بهاء بيك. على ماذا؟ على أنك أصبحت صاحب الشركة. كنت دائما صاحب الشركة. آسفة. أكنت تكرهين أبو حسام؟ لم أكن أحبه كثيرا، تنقصه الحيوية والمرونة. اسمعي يا سمر، سأحدثك بصراحة وأرجو أن تتقبلي كلامي بروح رياضية. لا أخفي عنك أنك موظفة نشيطة وحيوية، لكن أسلوبك الذي تتبعينه في عرض خدماتك لا يعجبني. إذا كنت تبحثين عن الزوج المناسب في شخصي فأنت واهمة، لأنني إن فكرت بالزواج فلن تكوني أنت من أختار. بهاء بيك، أتعرفين لما أقول هذا دون خجل أو حرج؟ لأن السلوك الذي اتبعته كان يحبي ذلك. أرجوك من البداية، من البداية رسمت صورة مشرقة لمستقبلك مع ولدي هاني، كان يساوي حلمك تماما. وبعد أن مات انتقلت إلى أبيه، صار هو المستقبل والحلم أيضا. أنت جد مكشوفة يا آنسة سمر، ومن المؤكد أن مكانك ليس هنا، لذا أطلب إليك أن تقدم استقالتك واليوم. لا تخافي، تعويضك ستحصلين عليه وفوقه مكافأة مالية. مع السلامة. ستجدين في المحاسبة استحقاقاتك كاملة. إلى هنا يا آنسة سمر. ماذا تتوقعين أن تجدي في وجهي؟ أنا؟ أنت منشغلة عن تناول القهوة بتأملي، صح؟ ربما
ربما لأني أراك سعيداً على غير عادتك. سعيداً؟ هل كانت السعادة مرتسمة على وجهي؟ لا، لقد أخطأت يا نورة في تفسير ما ارتسم على وجهي. لقد رحلت السعادة عن حياتي، لم يعد هناك سوى التعاسة. التعاسة، ولكني سأنتصر عليها بإذن الله. كيف تجتمع السعادة والحزن في وجه أبي؟ ماذا يحدث في أعماقه؟ إني خائفة عليه. ترى هل يحتاج إلى طبيب نفساني؟ هذا المبلغ استدنته من أجل أبو حسان. اليوم سأدفع له ثمن حصتي من الشركة. اليوم سيذهب كل منا في سبيله. لماذا؟ حتى أرتاح وترتاحي. ألا تخافين على أحمد مني؟ أليس طيبا ومسكينا؟ إذن يجب أن أترك الشركة حتى أتركه في حاله. لن أقدر على رؤيته أمامي أكثر. هل وافق على بيع حصته لك؟ لم يكن أمامه خيار آخر، فهو لا يستطيع شراء حصتي. على كل اطمئني، لقد أعطيته أكثر مما يستحق، أكثر مما يستحق بكثير. فعلت ذلك من أجله. إذا ضللنا شريكين، سأظل أذكر أنه تسبب في موت ولدي. ولكن يا أبي، أنت لا تفهمين يا نورة. ما فعلته هو الحل الأفضل. منذ الغد سننسى كل شيء. عائلة أحمد سنحذفها من ذاكرتنا، وبهذا تعود حياتنا إلى حالتها الطبيعية، حياتي أنا خاصة. لقد غيرها موت أخيك، لهذا يجب أن تعود كما كانت. المبلغ كامل كما هو مدور في العقد، عده يا ابو حسن. عيب يا بهاء، عيب. اين العقد؟ ها هو. من شاهدك؟ انا يا سيد بهاء. تفضل. شكرا. مبروك. شكرا. مبروك يا بهاء بيك. شكرا. شكرا يا بهاء، كان لطفا بالغا منك. ام حسان. نعم. ضع النقود في خزانتك. انتهيتم من المشاورة؟ انها ليست مشاورة،
إنه اتفاق على إقامة حفلة بمناسبة افتراقنا. تقيم حفلة لأننا افترقنا؟ هل كنت تكرهني إلى هذه الدرجة يا أحمد؟ لا لا تقل هذا يا بهاء، أنت تعلم كم أحبك. طيب أنا أستأذن، الشركة ما زالت شركتك، أرجو ألا تبخل علي بالزيارات، أعني ريثما أبيعها. سأقوم بزيارتك في القريب العاجل إن شاء الله. يا الله تصبحون على خير. أهلا سيد بهاء. أهلا تفضل. بصراحة بهاء قد خيب ظني فيه. ماذا تعني؟ أعني كرم. هل تصدقون يا جماعة؟ أنا أيضا فوجئت به. إذا كان كريما معك يا أبي فأنت تستحق هذا الكرم، فلا تنسى الخدمات التي قدمتها للشركة منذ تأسيسها. بهذا أنت مخطئة يا ملك، فالفضل الأول لنجاح الشركة هو بهاء. ولكن والدك على صواب يا ملك. ثم المهم يا أحمد أن تجد مشروعا تستثمر فيه المبلغ. لا لا يا أم حسان، لا أريد أن أعمل بيدي، ولا أريد أن أستثمر المبلغ في أي مشروع. دعونا من المشاريع الآن، هيا هيا جهزوا أنفسكم، فأنا أدعوكم للعشاء خارج البيت. كان عليك أن تقرع الجرس عدة مرات. خذ. غير معقول، يتسلق اللص النافذة دون أن يشعر به أحد من الجيران. تعال معي وانظر. لم يترك شيئا في مكانه، كان يتصرف وهو يعلم أنه الوحيد في البيت. لا أظن أن لصاً واحداً يفعل ذلك، ربما كانوا جماعة من اللصوص وأحدهم كان يراقب خروجنا إلى المطعم. هذا يقرره خبير البصمات والأثر.
ولكنني لا أصدق كيف لم يستيقظ أحد من الجيران رغم الضوضاء التي يمكن أن تحدث نتيجة هذه الفوضى. أعتقد أنهم أكثر من واحد. قل لي، أليس غريباً أن تتعرضوا للسرقة في نفس الليلة التي حصلتم فيها على المال؟ هذه إرادة الله؟ ونعم بالله، لقد اختفت كل النقود، أليس كذلك؟ كلها، حتى أساور زوجتي. هل انتهيت يا مساعد جميل؟ تقريباً. حسناً، نريدك غداً صباحاً في المخفر إذا سمحت. أنا في الخدمة يا حضرة الضابط. أنت مساءً. هيا مساعد جميل. صباح الخير. صباح الخير يا نورة. يبدو أنك لم تنامي جيدا ليلة البارحة. وأنت كذلك. على العكس، لأول مرة أنام نوما عميقا منذ مدة طويلة. ألم تفطري؟ لا رغبة لي. إذا اشربي قهوتك بسرعة لأوصلك إلى الجامعة. لم يسبق أن تعرض بيتكم للسرقة، لا بيتكم ولا أي بيت مجاور في المنطقة. وهل تخضع سرقة البيوت لشروط معينة؟ أنت لم تفهمني. عندما تحدث السرقة للمرة الأولى وفي نفس الليلة التي تتسلم فيها مبلغا كبيرا كالذي سرق، فهذا يعني أحد احتمالين: إما أن السارق كان يعلم بأمر المبلغ، وإما أن الحظ حالفه بالصدفة، وهذا احتمال نستبعده عادة. ومن أين للسارق أن يعلم بأمر المبلغ؟ لا لا يا حضرة الضابط، لا، إنها سرقة عادية واللص كان محظوظا. أبو حسان، ألا تشك بأحد؟ للأسف يا حضرة الضابط، ليس هناك أحد موضع شك عندي. ربما أحد موظفي الشركة كان على علم مسبق بأن البيع سيتم في الليلة الفائتة. لا أحد يعلم سوى بهاء بك، وبهاء ليس من النوع الذي يتحدث بأموره الخاصة مع موظفيه. بهاء بك، إذن الوحيد الذي يعرف بأمر المبلغ هو بهاء شكري. أوضح مقصدك يا حضرة الضابط. سأكون صريحا معك يا أبو حسان، أنا أعرف أن ثمة سوء تفاهم بينك وبين بهاء شكري هذا. لا لا لا، ليس هناك أي سوء تفاهم. أعني منذ وفاة ولده هاني. لقد انتهى ذلك منذ زمن بعيد. ثم ما علاقة موت ولده بسوء التفاهم بيننا؟ ألم يكن راغباً بالزواج من ابنتك ملك؟ ومن أين حصلت على هذه المعلومات؟ حصلت عليها أثناء التحقيق بحادثة حرق الأقمشة. ولكنك لم تحدثني بهذا. أنا أنقل إليك شكوكي فقط. لا يا حضرة الضابط، بهاء ليس شريراً. أنتم لا تعرفون بهاء، أنا الذي أعرفه. إنما بيننا صداقة عمر، عشرة سنوات يا حضرة الضابط، حتى لو رأيته بنفسي يقدم على هذا لم أصدق. إذن كيف تفسر الأمر؟ أنا؟ هذه مهمتكم يا حضرة الضابط. تفضل. احترامي.
لا بصمات ولا أي آثار تدل على الفاعل. من المؤكد أنه كان يرتدي قفازا. آثار حذائه؟ أيضا لا يوجد. أعتقد أنه لص محترف. هل يعقل هذا؟ ولا أي أثر؟ للأسف. بالإذن. تفضل. لا أدري ماذا أقول لك يا أبو حسان. حقيقة لا أدري ماذا أقول. لو أنك فقط تتذكر إن كان أحد على علم مسبق بعملية الدفع، إذا لكان من يمكنك أن تطمئن يا حضرة الضابط إلى أن السارق لا يعلم بأمر المبلغ. أجل، كل ما هنالك أن الحظ حالفه. لو جاء لأمر المبلغ فقط لأخذه وانصرف، ولكنكم لاحظتم أنه سرق مع المبلغ أشياء أخرى. لا أستطيع إلا أن أقول عوضي على الله. أتريد مني شيئاً آخر يا حضرة الضابط؟ آسف يا أبو حسان، آسف، ولكنني لم أقطع الأمل بعد. مع السلامة. شكراً. هل تتركون عادة النافذة مفتوحة؟ أبدا. لكن النافذة لم تكسر ليدخل منها السارق، فكيف دخل إذن؟ الضابط وجه ذات السؤال. والجواب؟ ربما نسينا أن نغلقها. أي مصادفة. أهلا ملك. أهلا ياسر. ما الذي أتى بكما؟ أيمن اتصل بنا. هل تصدقون ما حدث يا أولاد؟ أنا حتى الآن لم أصدق. أتبكين يا أم حسان؟ نحن لا نبكي، لا نبكي يا امرأة، نحن نصبر. هذه ليست أول كارثة تصيبنا، بل إنها ليست كارثة، فالصحة تساوي مال الدنيا. وماذا ستفعل الآن؟ من أين نعيش؟ لا، هذا عيب، عيب يا امرأة، عيب. إن الله موجود وهو الذي يبلي ويعين. أنت رائع يا عمي. أنا مجرد عبد من عبيده أخضعني لتجربة مؤلمة. مصيبتنا لا تقاس بمصائب الناس الكبيرة. أم حسان، أنا ما زلت زوجك، زوجك الذي يعرق ليأكل، وسأظل أعرق حتى نقف ثانية على أقدامنا. ابتسمي، ابتسمي يا أم حسان، ابتسمي، ابتسموا يا أولاد، فالحياة ما زالت أمامنا، ابتسموا. أبي، ماذا حدث معك في مخفر الشرطة؟ لا شيء، قيدت السارقة ضد مجهول. مساء الخير. السيد بهاء موجود؟ من يريده؟ النقيب عمار من المباحث الجنائية. أهلا، أهلا بالنقيب عمار. أهلا بها بك. تفضل. شكرا. أهلا، أهلا. أهلا بها. تفضل. خطوة عزيزة. أشكرك. نورة. النقيب عمار ابنتي نورة. تشرفنا. أهلا، أهلا. تفضل واسترح. شكرا. أقول، هل رأيت أبو حسان اليوم؟ أبو حسان؟
البارحة مساء زرته في بيته. أعني ألم يتصل بك اليوم؟ هل هناك شيء؟ هل حدث له مكروه لا سمح الله؟ توقعت أن يتصل بك. أرجوك ادخل في الموضوع مباشرة يا حضرة الضابط. لقد تعرض بيته للسرقة ليلة الأمس. ماذا؟ تعرض للسرقة؟ لقد سرقوا كل شيء. ماذا تعني بكل شيء؟ أعني المبلغ الذي دفعته له ليلة الأمس. لا، أنت مخطئ ولا شك. هل تعتقد ذلك؟ هل تمزح يا حضرة الضابط؟ لا، أنا لا أمزح. لأن ما تقوله فظيع، إن كان صحيحا فهو فظيع جدا. للأسف الشديد يا بهاء بيك، هذا ما حدث. بالإذن. ولكن ما سبب زيارتك لي؟ أعني ما هي العلاقة بين السرقة التي حدثت وبين هذه الزيارة؟ ليست علاقة بالمعنى الصحيح. هناك سؤال أحببت أن أطرحه عليك. تفضل. هل أخبرت أحدا بأنك ستدفع المبلغ لأبو حسان تلك الليلة؟ لا، لم أخبر أحدا، لم أكن مجبرا لإخبار أحد. أسألك هذا لأنني أعتقد بأن اللص كان يعلم بأمر المبلغ الذي ستدفعه. أفصح أرجوك. الأمر ليس بحاجة للشرح يا بهاء بيك. ألا تستغرب أنت أن يسرق منزل أبو حسان في نفس الليلة التي يتسلم فيها مبلغا كبيرا من المال؟ ربما، ولكن ما علاقتي أنا بالموضوع؟ لا علاقة لك على الإطلاق، لقد سألتك وأجبتني. إنها كارثة لحقت بأبو حسان. مسكين هذا الرجل، لا يكاد ينتهي من مصيبة حتى يقع في أخرى. هناك سؤال آخر إن سمحت لي. تفضل أرجوك. لماذا ذهبت إلى بيته ودفعت له النقود هناك؟ أعني لماذا لم تدفعها له في الشركة مثلا؟ لماذا دفعتها أوراقا نقدية؟ لماذا لم تعطه شيكا بالمبلغ؟ هل هناك من سبب؟ هذا أكثر من سؤال يا حضرة الضابط. أجل، ولكني أحب أن تجيبني عليها. السبب هو أنني لا أملك في البنك مبلغا يغطي قيمة حصة أحمد، لهذا اضطررت إلى أن أسحب رصيدي وأن أستدين فوقه. هل استدنت لتدفع له؟ أجل، وكانت ابنتي نورة موجودة عندما جاءني الرجل ببقية النقود. هذا رقم هاتفه، اتصل به لتتحقق. بهاء بيك أرجوك، لا داعي لهذا، أنا أصدقك. حسنا، اسمح لي بالانصراف. ألا تشرب القهوة أولا؟ أشكرك، أرجو أن تسمح لي بالانصراف. مع السلامة. السلام عليكم. ياسر، ماذا تقول؟ أقول لابد أن يكون لبهاء علاقة بما حدث. أنت تهذي ولا شك. ملك، منذ متى كان بهاء طيبا؟ منذ متى كان بهاء كريما؟ هل نسيت أنه دفع لأبيك أكثر من قيمة حصته؟ لماذا برأيك؟ لماذا فجأة يصبح كريما؟ شيء آخر يا ملك،
لقد اعترف أبوك ليلة البارحة أن بهاء أصبح وديعا أيضا. هل تتخيلين بهاء المتغطرس وديعا هكذا وبلمح البصر؟ وهو الذي لم ينس ما فعلتموه بولده. ياسر، ما تقوله رهيب. كل الدلائل تشير إلى أن ما أقوله صحيح. هل يفعلها بهاء؟ ملك، كنت دائما أرى ذلك الغدر في عيني. كنت أحس الكره يشع من وجهه. كيف يتحول بهاء فجأة إلى حمل بهذه البساطة؟ هل تعني أنه كان يخطط لسرقة أبي؟ ولم لا؟ إنها ضربات متلاحقة وكلها قيدت ضد مجهول. قصة أرباح الشركة التي اختفت بقدرة قادر، قصة النيران التي أشعلتها العفاريت، وأخيرا تأتي الفاجعة الكبرى، سرقة كل ما لديكم. لا، أنت تبالغ. انظري إلى أمك، تبدو وكأنها مريضة من 10 سنين. مسكينة أيمة، هل يمكن أن يكون بهاء وراء كل ما حدث لأبيك؟ جائز يا أمي، فبهاء لا ينسى بسهولة. لا يا أيمن، أعتقد أنك تظلمه بهذا. ربما. أيمن، هل تعرف شيئا؟ أعرف شيئا واحدا، هو أن اللص كان يعلم أن أبي سيستلم النقود ليلة أمس. رغم الفوضى التي زرعها في المنزل، فقد جاء من أجل النقود. أجل، من أجل النقود التي جاء بها بهاء بيك. أجل والدي وذلك الرجل الكريه الذي زاره في ساعة متأخرة من الليل، وكان يحمل حقيبة أعطاها لوالدي، ولكن إن بعض الظن إثم. أحس أنني بلا فائدة، ضعيفة وبلا فائدة. لو كنت قوية لعرفت أكثر، لقلت له إني أرى كل ما يفعله بأبو حسان، وإن كل ما يفعله حرام. أهلا عمي بهاء. أهلا، تفضل. مرحبا. أهلا سيد بهاء. أهلا. إذن فما قاله الضابط صحيح. أين أبوك؟ أهلا بهاء. أهلا أحمد، ما هذه الأخبار التي سمعتها؟ إرادة الله وقضاؤه، هل نستطيع أن نرد القضاء؟ ولكن كيف حدث هذا؟ يسرقون النقود التي أعطيتها لك؟ أي حظ لهذا اللص، لا يسرقك إلا وفي بيتك هذا المبلغ الكبير. ولكن أنت، من الذي أخبرك؟ جاءني نقيب عمار إلى بيتي. ماذا؟ أجل، جاء ليوجه لي بعض الأسئلة. حول ماذا؟ سألني فيما إذا كنت قد أخبرت أحدا بأنني سأدفع لك المبلغ ليلة أمس. ولكنه سألني وأجبته. لم يكتفي بهذا أيضا، لقد سألني أيضا لما دفعت لك المبلغ نقودا وليس شكا.
لا شك أن هذا الضابط مخطئ. على العكس، إنه يتصرف بذكاء وضمن واجبه. وواجبه يستدعي الشك بك؟ لا تلمه يا أحمد، فلرجال الأمن طرقهم في التحقيق. إيه؟ أرجو أن لا تكون قد غضبت منه. ولماذا أغضب منه؟ قلت لك إنه يقوم بواجبه. المهم أنت، ماذا ستفعل الآن؟ أفكر. تفكر؟ تفكر بماذا؟ بالخطوة التالية. أتدري يا بهاء، أنا واثق أن كل ما حدث حتى الآن لي هو امتحان، امتحان من الله عز وجل، وأنا واثق بأنني سأجتازه بنجاح. أتعرف لما أقول هذا؟ لأنني ما زلت بخير، وأن هذه الضربات الموجعة تعمق إيماني بالله. أنا أكبر فيك هذه الروح يا أحمد، لأني ما كنت أتصور أنك ستكون قويا لهذه الدرجة. أعني أن صدمة كهذه كان يمكن أن تقتلني. لا أظن ذلك، وأنت أيضا لا ينقصك الإيمان. ما حدث لي يا بهاء هو قدري، قدر أراده الله أن يقع علي. أتريد مني أي خدمة يا أحمد؟ لا أريد إلا سلامتك، وأعتذر عن الإزعاج الذي نالك من الضابط، وأعدك أن لم يحدث شيء. أراك بخير. شكرا لهذه الزيارة يا بهاء.